السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعاتي الغاليات ومتتبعيني الأعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله أنتم وأهلكم وأحبابكم. رمضان مبارك كريم، الله يدخله عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. كيف كتشوفوا اليوم نقدم لكم واحد التحلية اللي غزالة بزاف وسهلة، يعني ما كتحتاجش منك واحد الوقت باش توجديها، والأهم أنها كتجي لذيذة بزاف، يعني تفرحي بها أهلك وأحبابك. تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير والطريقة ديال هاد التحلية هذه اللي كتجي بأربع طبقات، يعني كتجي غزالة. هانتوما كيف كيبان لكم؟ رائعة. غنبداو على بركة الله، غنوريكم المقادير والطريقة ديال هاد الوصفة هذه. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، والناس اللي كتزور القناه اول مره ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك ديالكم ولي لايك ديالكم وتعاليقكم الغزالين، ونخليكم ان شاء الله مع اول طبقه لهاد التحليه هذه. غندوزو على بركه الله، نقول لكم اول طبقه اللي كنحتاجو لهاد التحليه هذه اللي كتجي غزاله صراحه، يعني غتنفعكم في هاد الشهر المبارك، يعني كتحليه تقدم لكم في السحور او لا مورا الفطور، يعني كتجي غزاله. كنحتاجو لواحد ثلاثه العلب ديال اوريو، يمكن لكم تعوضوه بشي بيمو اخر يعني كتفضلوه، كيبقى لكم اختيار. المهم هاد اوريو كيجي اللذه ديالو كتجي زوينه بزاف. المهم غندوزو على بركه الله، غنطحن هاد ثلاثه الباكيات هادو كيف كتشوفوا، يمكن لكم طحنوهم في اي هذه اللي عندكم كطحنوا فيها كطحنوا فيها، كيف يمكن لكم ديروا غير بالمدلك، ديروا فشي بلاستيكه ودوزوه في المدلك صافي. غنطحنو ان شاء الله ونرجع معكم باش نكملوا التتمه ديال هاد التحليه هادي. دابا كيف كتشوفوا ملي طحنت هاد الاوريو خديت هاد الزليفات هادو، يمكن لكم تخدموا باش ما عندكم كيسان ولا اللي بغيتوا تقدموا فيهم غتقدموا فيهم. انا كيف شفتوا ما غنزيدش معاه الزبده لحقاش طحنتو بالكريمه ديالو اللي كتكون الوسط. انتم الا خدمتوا بشي نوع اخر من غير اوريو غادي تضيفوا لي واحد المعلقه ولا شنو ديال الزبده مذوبه. بسم الله ناخذوا هاد السليفات كنديروا فيهم واحد طبقه من هاد الاوريو وغنضغطوا عليه مزيان بواحد الكاس. غنحتفظوا بواحد الكميه هانتوما كتشوفوا، غنحتفظوا بها في الاخير غنقول لكم شنو غنديروا بها. دابا غنضغطوا كنبقاو نضغطوا عليها مزيان كيف كتشوفوا حتى كتولي بحال هكا هانتوما، يعني ما كتزعزعش لينا. يعني غنبقى نضغط عليها مزيان كامل حتى نكمل الكويسات اللي عندي كاملين، ونرجع معكم ان شاء الله باش نحضروا الطبقه الثانيه اللي غتكون ما فوقها الطبقه ديال الاوريو ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما قاديت هاد الاوريو في هاد الزليفات هادو كيف كتشوفوا، يعني كنضغطوا عليهم مزيان حتى كيتماسك حتى كيتماسكوا كيف كتشوفوا. دابا غندوزوا للطبقه الثانيه اللي كنحتاجوا فيها نص طوط الحليب، وعندي واحد جوج معالق كبار يعني بومبي ديال النشا، وعندي واحد 70 غرام ديال الشوكولات الابيض. يعني اي نوع عندكم شوكولات البيض غتخدموا به، انا عندي غير العادي، المهم الا كانت شي نوعيه اخرى تخدموا بها، الا ما كانش غتعوضوه بواحد المعلقه اخرى ديال النشا، يعني ثلاثه المعالق كبار غيكونوا ديال النشا، هذه اللي ما عندوش الشوكولات الابيض. وعندي هنا جوج معالق ديال السكر سنيده، يمكن لكم تنقصوا الحلاوه الا كنتو ما باغينش الحلاوه بزاف يمكن لكم تنقصوا الحلاوه. غندوزو على بركه الله، بسم الله. كناخذوا السكر سنيده كنضيفوه على هاد نصيطات الحليب وجوج معالق ديال النشا، بسم الله. يمكن لكم تضيفوا معاه واحد شاسيط الفاني اللي ما بغاش ماشي ضروري. صافي غنخلطو مزيان هاد المكونات حتى تنسجم، ونحطوها فوق البوطه حتى تغلي لينا ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا الخليط ديالنا درناه فوق البوطه بدا كيتقال لينا، كيف كتشوفوا بدا كيتقال،
دابا غنضيفوا عليه الشوكولات. بسم الله. الشوكولات كيف ما قلت عندي 70 غرام ديال الشوكولات الابيض، يمكن لكم تعوضوه بواحد المعلقه ديال النشا، يعني كيكونوا ثلاثه عندك في المجموع ديال النشا. صافي غنخلط حتى يذوب ليا الشوكولات ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا التتمه ديال التحليه ديالنا. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خلطت هذاك الشوكولات داب ليا وسط هاد الخليط هذا كيف كتشوفوا، دابا غنضيفوا هذاك الاوريو اللي بقى ليا، ما غنكثرش، غندير واحد جمعيرات وغنخلط، يعني خلطه خفيفه كيف كتشوفوا، ما نخلطش بزاف. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خلطت، بسم الله، غنكب في الكويسات. كيف شفتوا راه ما خلطتش بزاف هاد الخليط باش يبقاو باينين لينا دوك الحبيبات ما يذوبوش ديال الاوريو. كلمكم تخدموا بالمعلقه ولا تخدموا بحال هكا كيف كتشوفوا. صافي غنكمل بنفس الطريقه ان شاء الله، نعمر الكويسات. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما درت الطبقه الثانيه كيف كتبان لكم بهذا الشكل هذا، كتجي غزاله وكتجي بنينه. انا حطيتهم غير على جنب، يعني ما غندخلهمش للثلاجه دابا حتى نكمل الطبقه الثالثه ان شاء الله. نفس المقادير ديال الطبقه الثانيه هي اللي غنحتاجو في الطبقه الثالثه ان شاء الله. ممكن انكم تبدلوا فيها، يعني تزيدوا شي ياغورت، يعني ممكن انكم ديروها كحله ولا بيضه، كيبقى لكم الاختيار. انا غنديرها هنا طبقه بيضه ان شاء الله. كنحتاجو نص سيطوط الحليب، جوج معالق ديال السكر سنيده، 71 غرام ديال الشوكولاته الابيض، وجوج معالق كبار ديال النشا. هادو هما المكونات بنفس الطريقه. وعندي واحد شاسيه الفاني، في الاول ما درتش الفاني حيت كنت غندير هذاك الاوريو، ودابا غندير ان شاء الله الفاني. يمكن لكم تنصموا باش ما بغيتوا وتضيفوا اللي بغيتوا ان شاء الله. صافي غنحطهم يغلاو، من بعد ما غيغلاو لينا ان شاء الله غنضيفوا لهم هذاك الشوكولاط، ومن بعد نتلاقى بكم باش نضيفوا لهم هذيك الفاني. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما حيدتها من فوق البوطه، هانتوما واخا تبان لكم راه خفيفه ولكن راه غتقال. غنضيفوا لها هذيك الشاسيه الفاني، بسم الله. صراحه كتجي التحليه لذيذه غزاله، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. صراحه راه كتجي رائعه في المذاق، ويعني ما كتاخذش منكم وقت طويل باش كيتحضروا هاد التحليه هذه. صافي كنخلطوا هذيك الفاني مزيان حتى ينسجم لينا مع هاد الخليط هذا. صافي غنكبوه مباشره فوق من هاد الكويسات هادو، من بعد ما كيكونوا نشفو. هانتوما يعني ملي كيكونوا نشفو صافي راه نكبو فوق منهم، ما نخافوش. بسم الله. من بعد راه غادي نفينيو الكويسات، لا اعمروا لينا من الجناب، راه ضروري كنفينيوهم. صافي نحطوهم على جنب حتى يبردوا لينا تماما، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو باش نحضروا الطبقه الرابعه والاخيره. دابا كيف شفتوا من بعد ما درت الطبقه الثالثه، هانتوما يعني تبارك الله كيجي غزال هاد التحليه هادي، كتجي غزاله. كنخليها غير هنا تبرد ليا واحد شويه وغندوز ان شاء الله باش نصوب الطبقه الاخيره. كنحتاج فيها واحد 100 غرام اولا 150 غرام على حساب نتوما شحال درتو الكميه ديال الشوكولاط، غتكون نفسها نفس الكريمه. يعني 100 غرام ديال الكريمه، 100 غرام ديال
هاد الشوكولاط هذا الاسود، اي نوع عندكم غتخدموا به. انا توفر عندي غير هاد العادي، يعني غنخدم به. الا كان عندكم شي نوعيه جيده ديال الشوكولاط غتخدموا بها غيكون احسن. المهم غناخذوا هاد الكريمه، كيف قلت لكم قياس واحد 100 غرام 100 غرام. غندير هاد الكريمه فوق البوطه تغلى ليا مزيان، ونرجع معاكم باش كي نضيف ليها هاد الشوكولاط هذا باش يدوب. دابا كيف كتشوفوا الكريمه من بعد ما خليتها فوق البوطه غلات مزيان، مباشره غنضيفوا عليها هذاك الشوكولاط. كيف قلت لكم يعني نفس القياس ديال الكريمه هو ديال الشوكولاط. صافي، وكنبقاو كنخلطوه حتى كيدوب لينا مزيان. اذا كانت النوعيه ديال الشوكولاط كيف ما قلت لكم مزيانه، راه غيعطيكم قوام يكون احسن. يمكن لكم تعوضوا هاد الكريمه اللي ما عندوش، يمكن لي يعوضها بياغورت طبيعي او لا بالحليب، انا كيبقى لكم الاختيار، ولكن بالكريمه الصراحه كتجي غزاله. نتمنى انكم تشجعوني ان شاء الله، وتبارطاجيو ليا الفيديوهات باش القناه تكبر ان شاء الله، وتخليني نعطي احسن ما كاين. صافي، غنخلط حتى يدوب ان شاء الله، ونرجع معكم باش نكملوا التتمه ديال هاد التحليه ديالنا. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خلط مزيان حتى ذاب ليا هاد الشوكولاتة تماما، هانتوما. دابا غنبدا نكبو ان شاء الله فوق من هاد الطبقه. بسم الله، ملي كتبداو تكبو يعني ما تكبوش هكا في مره واحده. هانتوما كيف كندير انايا، يعني كنحاول انني ندور يدي. باش كي ما يتخسرش لينا هذيك الطبقه الثالثه. هانتوما صافي، غنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل ان شاء الله هاد الكويسات اللي عندي كاملين. كيجيو غزالين، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما كملت الطبقات ديال هذاك الكاناش، دابا كنحطوا طبقه اخيره هي ديال واحد نص حبه ديال الاوريو. بسم الله، ما كنتسناش عليهم حتى كيبردوا، يعني انا ما تسنيتش على التحليه هذه، مباشره كندير الطبقه الاخرى، يعني ما كنخليهاش حتى كتبرد، ما دخلتهاش كاع للثلاجه. دابا عاد باش غندخلها للثلاجه من اللي غتشد لي شويه، يشد لي شويه هاد الكناش في راسو. صافي، غندخلو للثلاجه يبرد لي ان شاء الله، ونوريكم الشكل النهائي من بعد ما تبرد لي هاد التحليه هذه. تزين كيبقى اختياري انا، زينت بهاد الاوريو هذا. صافي، غنخليها تبرد ان شاء الله، ومن بعد ما تبرد غنوريكم الشكل النهائي ديالها من بعد ان شاء الله. ها هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي من بعد ما كيوجد، كيجي على هذا الشكل. صراحه كتجي غزاله وكتجي رائعه بزاف، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. صراحه راه كتجي لذيذه بزاف، غير جربوها ان شاء الله. انا راه ما خليتهاش تبرد مزيان، باقا ما جمداتش مزيان هاد الطبقه الاخرى. المهم نتوما خليوها تبرد مزيان، ومن بعد ما تبرد قدموها لحبابكم وبالصحه والراحه، وما تنساوش تعاليقكم الغزاله، وما تنسونيش بتشجيعكم ليا بجيم. وهانتوما راه كيف قلت لكم باقا ما جمداتش تماما، ولكن راه كتجي رائعه رائعه رائعه، يعني ما نقولش لكم كيفاش كتجي. هانتوما نتمنى ان شاء الله ان التحليه تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله، والى وصفه اخرى ان شاء الله.